قال الرب يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. مشاهدين الكرام، نحن قربنا لعيد ربنا يسوع المسيح، عيد الميلاد المجيد. أي شخص منكم، أي حدا تعبان حزين، ألقي كل همومك، كل مشاكلك، كل أتعابك، حطها على الرب يسوع المسيح، وهو يعطيك راحة ويعطيك سعادة ويعطيك حياة أبدية. سلام المسيح أحبائنا. بيسعدني يكون معنا المرنم دنيال الحاج، عطول عم ترفقني، رب يباركك. وضيفنا مثل العادي هو بيعرف عن حاله، لكن شخصية رائعة جدا. أنا بالنسبة لي بحبه كتير، وشخصية كتير ممتازة، وأغلب الشعب اللبناني بحبوه. من أنت؟ أنا غسان خيبر، بمهنة اليوم محامي. كنت نائب سابق ل 16 سنة من عام 2002 لآخر انتخابات. بحب مارس مهنتي القانونية لأنه مشغوف بالقانون بصياغته بتطبيقه. أطمح إلى دولة يسود الحق والقانون نحن بعاد عنا، وبالتالي مشروعي بالحياة والمساهمة ببناء الدولة اللبنانية. بنشأتي متعددة المشارب، لأني نشأت بعائلة تعلمت منها كثير، الإيمان من والدتي وستي، والالتزام السياسي من بي وعمي دكتور ألبير مخيبر وأمين مخيبر. هذه المدرسة كملتها بالحركة الكشفية، ثم بمدرسة الليسي العلمانية، وبجامعات، ولاحقا خاصة بالتزاماتي في هيئات المجتمع المدني المختلفة. وبالتالي أنا مزيج من كل هذه المصادر اللي جعلتني أكون ما أنا عليه اليوم، وأستمر أعتقد بأني بكتشف مش بس هويتي، بس مدى قدرتي على المساهمة في بناء هذه الدولة في لبنان، وباستكمال مسيرتي مع شريكة حياتي اللي بدأتها مش من زمان، مارينا اللي بحييها. تحية لإلها، وتحية للوالدة. للوالدة ولمارينا، الله يطول بعمره واتنينته. آمين. وبحب كتير أشياء. أنا شخص شغوف بمعرفة كل شيء بالدنيا، وبالتالي عندي حشرية، مارست حشري بعدد كبير جدا من المهارات والعلوم والموسيقى. تطورت بس والموسيقى هيدي ربما بعجالة، وبيتعجب الواحد انه ينسأل كتير عن نفسه، بس قد يفيد ذلك آخرين، لأنه ما بشوف كتير من حاجة انه واحد يخبر عن نفسه، لأنه قد يخفي الكثير من سيئاته لا يبين إلا الحسنات. بس هنبين من التجربة علها تفيد المشاهدين، ما يعتبروها بس شيء من الجاه واحد عم بيخبر عن نفسه. لا أنت لا سمح الله. معروف عنك، كل العالم بيقولوا غسان مخيبر الشخصية رجل آدمي بيحب الآخرين، متواضع. لا، هاي مشهود عنك. لا بس عامل لك بعتقد أنه التواضع ربما من أهم السمات مفترض الإنسان يتسم فيها، وفي شيء من واحد يخبر عن حاله وكأن خروج عن هذا التواضع. بس اللي بيشفع أكثر أنه نقدر نحكي بتجربة يقدر آخرين قد يتمثلوا فيها. نعم. ويقدروا يلتحقوا بركب إما التزامي المجتمعي أو التزامي السياسي. عم بتصل فيك بالأيام، عم لقيك مشغول كتير. شو مشاريعك؟ أوف، كل شيء عم بعمل. يعني عم تصل فيك مش عم ترد، مش عم تفضى. لا، ما مشغول. انا اولا مثل ما بتعرف برد على اتصالاتي شخصيا. بعرف صحيح، وما بس برد ما بقطع اجتماع. سبكم اجتماع ما بتلفين، وبالتالي دائما كنت رد عليك اما بالواتساب صحيح او باعاده اتصال فيك، وبالتالي نحن هون، هذا دليل انه تواصلنا كان ناجح. صحيح. ثانيا، اهتماماتي اليوم بهالالتزامات خبرتك عنها. يعني بعد ما تركت وظيفتي بمجلس النواب، انا استمريت بالتزاماتي كلها. يعني ما زلت اعمل
على متابعة كل التشريعات كنت بدأتها. صحيح، رح هيك أعطيك مبين. مثال، اليوم كنت باحتفال بمجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، امبارح كنت باحتفال كمان بلجنة حقوق الإنسان النيابية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بموضوع المفقودين ضحايا الإخفاء القسري. أنا ملتزم متابعة ومساعدة عدد من هيئات المجتمع المدني ومن الزملاء السياسيين في صياغة قوانين ومتابعة تشريعات بدأتها أو يفترض أن تبدأ، لأنه مشروع بناء الدولة عمل مضي ويستمر. هذا شق واحد من استمراري في العمل بالسياسة. بالشق الآخر ما زلت ملتزم كل الواجبات الاجتماعية والسياسية اللي بتطلبها الانخراط في العمل السياسي ما تغير المباشر. عليك شيء، ما تغير عليك شيء. ما اللي تغير اني ما عادت عندي مسؤوليات مباشرة بعمل اللجان البرلمانية، بس لانه هيدي كانت تاخذ كثير من وقتي، انما الوقت هيدا عم حطه بعمل مماثل. نعم اذا الالتزامات السياسية المباشرة التقليدية الاخرى، لاني ما زلت طامح لثقة الناخبين بانتخابات مقبلة قد تأتي في زمن ايا كان هذا الوقت. وبمستوى ثالث انا عامل لإعادة تكوين مكتب محاماة اللي كنت تركته وقت توليت النيابة عام 2002، فعم برجع ببدأ تحيي. نشاطي بمكتب المحاماة. وبالمستوى الرابع كل التزاماتي في الجمعيات المختلفة اللي أنا منخرط فيها، لا سيما بالجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية لوبام، فيك تخبرنا عنها؟ اللي هي جمعية أسستها من 10 سنوات تعمل على تعليم الموسيقى مجانا لشباب من عمر 9 لعمر 18 سنة. بنعطي الآلات مجانا للتلامذة وبنظمه بأوركسترات، أوركسترات للآلات الهوائية والإيقاعية. نحن بوقت هلأ صعب ماليا لأنه مكلفة، عم نشتغل على الفند ريزنج تنقدر نأمن التكلفة الكبيرة لهالعمل الهام، هام على المستوى الثقافي لكن كمان على مستوى المواطنة، لأن الموسيقى هي حق، ونعمل لأن تكون بمتناول العدد الأوسع من الشباب والصبايا. وعم نحضر لكل مرحلة الميلاد بحفلات ميلادية الأوركسترات الجميع عم تحييها بأكثر من منطقة لبنانية. مثل وين؟ عندنا 4 حفلات رئيسية أو 5 حفلات رئيسية. الأولى رح تكون الأسبوع المقبل بدير القمر حلو. بنهار الأحد ب 16 كانون الأول بكنيسة التلة بدير القمر الساعة 4، بحيا الأوركسترا الخاصة بالشوف. الحفلة اللي بعدها ب 21 كانون بالقسم الأول رح بيعزفوا مثل كل سنة قبل ما تبدأ الأوركسترا السيمفونية الوطنية، شباب وصبايا جمعية لبام بيعزفوا قطعتين في مستهل الحفل الجميل الأوركسترا السيمفونية الوطنية ب 21. ب 23 عندنا حفلة رئيسية بكنيسة سانت ريتا سن الفيل الساعة 8:30 للأوركسترا الوطنية لجمعية لبام. ب 28 الشهر الساعة 8 بالأسمبلي هول بالأيوبي حفلة حلو. ميلادية بس مع مغنين أوبراليين، أوركسترا لوبام حتعزف لمغنيين أوبراليين لبنانيين بريبرتوار في موسيقى أوبرالية بالإضافة لموسيقى ميلادية. والحفلة الأخيرة هي بالرومانا هاي سكول بالأحد ب 5 كانون الثاني جانيوري كمان الساعة 8. والخاص بالموسيقى بنعزفها هي موسيقى على مستوى عالي جدا من الجودة ومن الدقة بالأداء، الأوركسترا بتعزف موسيقى وبآخر الحفل الأوركسترا بتعزف موسيقى والجمهور هو بيرتل، حلو حلو. لأنه عم نرجع منعلم مش بس الشباب والصبايا ينجم موسيقى، لأنه اليوم كله بحط السماعة بيسمع ما حدا ينتج صحيح. موسيقى، بس عم نرجع منساهم بتعليم الجمهور أنه هو ينتج موسيقى عبر الترتيل مشاركة ومشاركة في الجميع. صحيح تراتيل الميلاد. حلو. فهي خصوصية الحفلات اللي بتحط جو ميلادي جميل جدا، وحضور الناس هو مجاني، كل هذه حلو. الحفلات مجانية، نسعى للتعليم يكون مجاني والحضور مجاني، إنما بنتمنى على شركات ومؤسسات هي تكون
عم بتساهم بتمويل هذا النشاط، لأنه من دون مساعدتهم مشكورين، من دون مساعدتهم هالعمل الهام على المستوى الثقافي والمواطني غير ممكن. فهيدي وحدة من انشغالاتي، وعم تساعدني مارينا بشكل رئيسي، لأنه مارينا صارت ألف حافية. إيه ليه صارت ألتر إيجو، هي بدأت تلميذة بالجامعة وتعرفت عليها على حجة جامعة لبنان، والحمد لله صار نصيب وتزوجنا. هيدي من منافع الموسيقى. مهم الموسيقى. ايه كثير. فمارينا اتكالي عليها كثير كبير عم بيكون، ونشاطها كبير جدا. وبذكر من النشاطات اللي عم تطلقها مارينا من خلال الجمعية اللي بتسميه هون جويفول باند. جويفول باند هي مجموعة كمان شباب وصبايا من جمعية لبنان اللي بيعزفوا موسيقى بالمستشفيات ودور العجزة لأشخاص عم بيكونوا بآخر مراحل حياتهم. تدخل موسيقى بهجة بهذه الأماكن مش عم توصل للبهجة والسرور العيد. صحيح. فهيدا نشاط جميل عم بتقوم فيه مارينا مع شباب وصبايا اللي بيعتبروا انه عم يعطوا للمجتمع بقدر ما كانوا أخدوا. وهيدا جمال الموسيقى اللي بيكون بخدمة قضية إنسانية، إما لمساعدة المسنين أو مساعدة المرضى، لأنه هي بتحمل فرح. موسيقى بتحمل فرح، وفي أوقات الناس اللي بتحس حالها متروكة ومهملة، أوقات دايما بتتعمشق بالإيمان وهيدا مهم، بس كمان الموسيقى بترافق هيدا الإيمان سيما بالمراحل الأخيرة لحياة الإنسان. وهيدا جزء من اللي بتعمله جمعية لبنان، وتحية لمارينا للجهود. ايه تحية 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 عن جد، تحية لإلها، ألف تحية، ربي باركها. أنا بندعي الكل يحضروا هالحفلات، وبندعي كل اللي بيقدروا إنه يساعدوا الجمعية، لأنه نحن محتاجين لكل دعم وكل مساعدة مادية أو معنوية بيقدروا يقدموها لإلنا أي شخص عم يتسمع علينا اليوم. آمين. معش إلي قلب أحكي بغير مواضيع، على الموسيقى كثير حلوة. طيب سعادة النائب، أنا حسك بعدك بالمجلس، من أنت من الناس؟ لك أنا معتبر نفسي بخدمة الناس بما هم مواطنين في دولة غير مكتملة. يعني في عندي كان صراع بوظيفتي النيابية أني أخدم أفراد أو أخدم بلد وطن. أخدم أفراد بالمنطق التقليدي أني أنقل مال مثل ما بيعملوا الفاسدين من الدولة لجيب الناس مرورا بجيبة السياسة، هيدا اسمه الفساد. أو الزبائنية، إني شيل من جيبتي واللي ما فيها مال تأعطي ناس. أو قد بصير محرجة جدا، لأنه الفرضية السياسة بلبنان إنك ثري. وبعد باستثناء تجربتي مع المرحوم عمي دكتور ألبان مخيبير اللي كان يتصور بحملاته الانتخابية إيدي بجيبه وتيدل إنه جيبه فاضيين، وعلى الأقل إيدي بجيبه ومش بجيب غيره. فهيدا اللي بعمله كمان، استمر بهذا التقليد، لأن مواطن في خدمة المواطنين، بمعنى بخدمة بناء الدولة وليس خدمة أفراد. ومحرج لأنه أيام ينطلب مني خدمة مباشرة وأنا لست بإمكانية إما أعطي خدمة مباشرة مالية وخدمة بوظيفة. أنه كمان السياسة التقليد اللبناني أن يحول المال العام والوظيفة العامة يوظفها بخدمة شخصه أو لزبائنه، وبيحول الناس إلى زبائن. حاولت وما زلت أجهد لبناء هذه المؤسسات اللي بتسمح للمواطن أن يوصل بكرامة لحقه من دون ما يستزلم لحدا. وبالتالي هذه اسمها بناء مؤسسات الدولة. وخدمتي وتقول أنا في خدمة الناس، أنا في خدمة بناء هذه الدولة اللي بدها تخدم الناس، سيما وأنه هذه الدولة سيئة في إدارتها وفاسدة. ومكافحة فساد واحترام حقوق الإنسان هن التزامين رئيسيين كانوا بكل حياتي من وقت ما نشأت لليوم. أنا ولدت بثماني كانون، واللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتسعة كانون هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد. فبحس حالي أنا واحد بعيد لعيد ميلادي، بس بنفس الوقت احتفالات مستمرة اللي بتذكرني بالتزامي بإقامة هذه الدولة المحترمة لحقوق الإنسان والمحترمة لكرامة الناس بنزاهة. هي مفقودة في دولة
سيئة وفاسدة فساد بنيوي. من أنت من الكنيسة؟ أنا ابن الكنيسة. نعم. وبكل فخر ابن الكنيسة الأرثوذكسية، وبنفس الوقت منفتح على الإيمان من في كل الكنائس. بحب الليثورجيا في كل أشكالها، وفي فترات طويلة من حياتي عندي أتذوق الليثورجيا في كل أنواعها، الكاثوليكية والأرثوذكسية البروتستانتية والديانات المقارنة في كل أشكالها، لأني إذا كنت من المؤمنين وأنا من المؤمنين بأحدية الله، فهذا الله الأحد الناس توصل له من خلال يسوع المسيح أو من خلال إيمان آخر، طرق عديدة ما فيها إلا تودي لله. وبالتالي أنا بعتبر نفسي بنفس الوقت، وهذه من تعقيد علاقتي مع الإيمان، أنا مؤمن علماني وعلمانيتي في الدولة، لأني بعتبر أنه علاقة المواطنين مع بعضهم البعض لازم يكون على أساس المواطنة وليس الانتماء المذهبي والطائفي. فأنا مؤمن إيمان كامل ومنتمي إلى كنيستي بفخر كبير، منفتح على كل الكنائس والأديان الإسلامية والمسيحية والأخرى، وشغوف ببناء الدولة المدنية لهذه الدولة المدنية برأيي هي وحدة بتقدر تحمي التنوع الإيماني في دولة مثل لبنان وفي العالم. حكيت عن طرق، في طريق واحد بشخص الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، يعني ما حدا ممكن يشوف الله إلا ما يفوت أول شيء بالرب يسوع المسيح. ما بدي أدخل بنقاش لاهوتي معك، بس بحب على القليل ناقشك فيه. بس قلت لك أنا كمسيحي نعم أؤمن بأنه طريقي إلى الله هو مسيح يسوع المسيح، إنما هذا بيعني أنه كل من هو خارج الكنيسة هو في الضلال وخارج الله. صحيح. اللي الله بمحبته الكاملة لا يعقل أن يقبل بذلك، وهذه من التعاليم النيرة اللي كنت أسمعها من معلم كبير في هذه الكنيسة اللي هو المطران جورج خضر الله يطول بعمره، اللي هو أسقف ولاهوتي كبير، وفي قراءات منا نحن بوارد ننظر لها. هذا الانغلاق للكنيسة أو للمؤمنين على بعضهم بيجعلهم جزر ما بتتعارف وما بتأتلف وما بتقدر تتلاقح بالإيمان، مش بس بالتعايش المدني. وبالتالي هيدا وجهة نظري، ومش هنعمل نقاش لاهوتي. لا بس لأن الله من لاهوتي، الله يريد أن جميع الناس يخلصون، عم بيجي لكلامك، وإلى معرفة الحق يقبلون. الله بده كل العالم تخلص، مثل ما حضرتك حكيت أنه في ناس بعيدة عن ربنا. وبالتالي هذا شو بيصير؟ الله عند إرادتك بيوقف بيتحرك. صح. إذا أنا يا بقبله يا ما بقبله، بس هيدا مزبوط. بس بهذا النقاش وراح للهلك وليس للخلاص، إنما وهذا النقاش في اليهود، إيماني المسيحي ما بده يمنعني أن يعتبر أنه هناك طرق متعددة للوصول إلى الله، وهذه بحكمته وحده اللي ما بقدر أنا ناقشه فيها، أنه يبعث يوصل ناس له بطرق متعددة. صحيح. يمكن تجي عند الرب بطريق شخص ما. طيب. لسبب جوابتك. هذه علاقتي بإيماني وبكنيسة. الرب يباركك. خلينا هلا نسمع ترنيمة مع المرنم دانيال الحاج. تفضل. مرنم مودرن عم بيقرا على الكمبيوتر. نحن ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليه لاحقنا من سنين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليه لاحقنا من سنين. صحة اللي بجسدنا منك
لقم اللي بناكلها منك والنفس الداخلنا منك، منك فرج المسكين، منك فرج المسكين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليه لاحقنا من سنين. لما الدنيا بتقسى علينا وعدك بيطمنا، بتلف دراعك حوالينا وابدا ما بتهملنا، بتجود علينا باحسانك وبتستقبلنا باحضانك، بتجود علينا باحسانك وبتستقبلنا باحضانك، تغمرنا بعطفك وحنانك عايديك بتحملنا. صحة اللي بجسدنا منك، لقم اللي بناكلها منك، والنفس الداخلنا منك، منك فرج المسكين، منك فرج المسكين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليه لاحقنا من سنين. من حقك يا رب تسود وتملك بسلطانك، من حقك تبقى المعبود وانت العالي جلالك. لو منك نحنا ما كنا ولكننا بنملك شو عنا، لو منك نحنا ما كنا ولكننا نملك شو عنا، انت ملجأنا وموطننا من موت نحيا لك. صحة اللي بجسدنا منك، لقم اللي بناكلها منك، والنفس الداخلنا منك، منك فرج المسكين، منك فرج المسكين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليه لاحقنا من سنين. امين. ربي يباركك. ربي يسلم تمك. مشاهدينا الكرام، لمين الترنيمة بس؟ ما قلنا لمين الكلمات واللحن؟ هيدي للمرنم أيمن كفروني. لأيمن كفروني. والموسيقى كمان موسيقى كمان. مشاهدينا الكرام، خلينا ناخذ بريك وبنرجع مع ضيفنا العزيز سعادة النائب غسان مخيبر. رجعنا مشاهدينا الكرام من البريك. يا يسوع ما أنا غيرك، ما أنا غيره. من أنت من مكافحة الفساد؟ هذا التزامي في بجزء من مشروع بناء الدولة، لأنه دولتنا لسوء الحظ فاسدة فساد بنيوي، دولة طائفية أوليغارشية فاسدة فساد بنيوي، لا يمكن يكون لها قائمة من دون مكافحة فساد. بس الفساد ما بيتكافح بالحكي، صحيح، ولا بالشعارات ولا بالخطب، نسمعهم كثير، وبالتالي حتى ولا بالملاحقات. لانه اليوم ثبت بانه حتى لمن يتمتع باراده لمكافحه الفساد ما في ادوات فعاله، لانه ادوات مكافحه الفساد هي اما غير موجوده او ضعيفه، مثل القضاء مثلا، مثل مؤسسات الرقابة الإدارية. وبالتالي جهدي كان أولا قبل النيابة في تأسيس مساهمة في تأسيس جمعية اسمها الجمعية اللبنانية للشفافية لا فساد، وهذا ببين مدى أهمية مشاركة الناس المواطنين بمكافحة الفساد، لأنه منه عمل تقني ولا سياسي بس. ثم منذ أنا نايب ف سام بتأسيس مجموعة برلمانيون ضد الفساد، اللي مجموعة عالمية لتشرك برلمانيين
بالادوار الرقابيه والتشريعيه لبناء مؤسسات اللي قادره على مكافحه الفساد. بهذه الصفه عملت لسنوات طويله ضمن هذه المنظومه اللي فيها شراكه ما بين برلمانيون ضد الفساد اللي كان اللي شرف ترأسه وما زلت، وهيئات مجتمع مدني عديده وخبراء عالميين. عملنا على قوانين بعض منها اقر، احنا اقترحت قوانين حمايه كاشفي الفساد والحق بالوصول للمعلومات اللي صوت عليهم المجلس بال 2017 وهلا بال 2018. جهزنا مجموعه كبيره من القوانين بتسد ثغرات هذه المنظومه غير الفعاله لمكافحه الفساد، منها هيئه وطنيه لمكافحه الفساد، قانون جديد للاسراء غير المشروع والتصريح عن ذمه الماليه، منها العمل على تطوير مؤسسات الرقابه الاداريه مثل التفتيش المركزي، اداره الصفقات العموميه، وكلهم بصوره اللي بعطيها للناس وبوصف مدى قله فعاليه المؤسسات اللبنانيه بقول مثل مكافحه الفساد مثل بجرب يعبي مي بالسله، كلها ثغرات ما بتعبي مي بالسله. فجهدي كان لسد هذه الثغرات وتعلمت كثير بهذه الفتره، وعم حاول هلا ارجع مش بس علم غيري، حيكون فيها شيء من هذا التكبر، بس عم بنقل تجربتي لزملاء حاليين وزملاء حتى بالمنطقة العربية، لأنه أنا ضمن منظومة إقليمية وعالمية لبرلمانيين ضد الفساد اللي بتقول أنه فينا نتعلم من تجارب بعضنا البعض. وبالتالي هو مجال التزام جدي ومثابر، لأنه النجاح في هذا العمل المرتبط بموضوع بهذه الصعوبة بدولة فاسدة انك ترجع تبني هذه المؤسسات بدها جهد مضي وبدها ثقة بانه الجهد يمكن ان يؤدي لنتيجة، وما لازم توقع بالاحباط وتكون نفسك طويل. شو انه اشتغلت هلا شهر وشهرين ولا سنة وسنتين. وبعطي مثال انه قانون الحق بالوصول الى المعلومات اللي هو جزء من المنظومة التشريعية الكل عم بيبحث مدى اهميته، اخذ معنا من سنه 2006 لل 2017. أوه. يعني من وقت ما بدا كفكره وترجم بقانون 2006 ل 2017 11 سنه. فكيف بالمنظومه الاخرى كمان اخذنا جهد كثير كبير، ويستمر هذا الجهد لبناء المؤسسات. والقانون بكوم التحدي مش منه تعمل قانون بس كمان تنفذه. واليوم كنا باليوم العالمي الاجتماع الخاص باليوم العالمي لمكافحة الفساد اللي هو بالتاسع من شهر كانون من كل سنة، اليوم كنا عم نبحث عن كيفية تطبيق قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، لأنه هو قانون إلى حد كبير جيد، مش لأنه اشتغلت عليه بس هو جيد، إنما الإدارات مش عم بيطبقوا. شو السبب؟ لأن هي بثقافة السرية. مكافحة الفساد بتمر عبر الشفافية اللي بيحققوا القانون الحق بالوصول للمعلومات، لما بيرفع بمستوى شفافية الإدارات، والإدارات هي مش بس الوزارات بس كمان القضاء، هي الجمعيات ذات منفعة عامة، المؤسسات عامة، هي شركات تدير مصالح عامة وخدمات عامة، هي هيئات ناظمة، أشكال مختلفة من البلديات. فهودي كلهم معودين على الخبة. الفرضية عندهم أنه ما تطلعوا شو عم بعمل، لأنه الخبة بيسمح بتغطية الفساد. الشفافية وسيلة من وسائل الوقاية من الفساد، وصعب أنك تغير ثقافة متجذرة تتقول لإدارة من الإدارات المعنية بالقانون لا بدي تكوني شفافة مثل الإزاز كل الناس اللي بتتفرج عليك. وبالتالي هذه بتاخد وقت. فهم الإدارات للقانون صعب، بيتحججوا، وأوقات إذا بدي أفترض حسن النية في ناس حتى معنيين بالقانون مثل صحفيين بيعرفوا أنه القانون موجود بس مش قارينه. فإذا كان مواطنين معنيين بالقانون ما قريوا القانون وما بيكفي بأنك تقرأ تعرف شو مضمونه وكيف بيتطبق، وبالتالي تطبيق القوانين هو أصعب من صياغة القوانين. صحيح. لأن أدواتها بدها تدخلك بشيء قد يكون موجع للإدارة،
وفي مستوى من العلم والثقافة اللي واجبنا أن ننقله، نشرحه، نفسر شو لازم تعمل إدارات ونعطيهم إمكانيات. على سبيل المثال الإدارات كلها مثل ما هو معرف عنها القانون ملزمة تقدم تقارير سنوية عن نشاطها. بس قديش في إدارات تعرف تكتب تقارير نشاط سنوية؟ في إدارات تعمل تقارير تجميلية لنشاطها أو دعائية، بينما التقرير بمنطق قانون حق بالوصول إلى المعلومات هو تقرير يسمح بالمساءلة والمحاسبة. يعني بيطلب من الإدارة مش بس تخبر شو عملت، بس تخبر شو ما عملت بحسب برنامجها، وتبين إذا ما قدرت تنجح بتنفيذ هدف ما تقلنا ليش، شو السبب، وقديش كلفها، شو موازنة كل هذه المؤسسات. واحدة من أسرار الدولة الموازنات، هي الدولة بقينا فيها 15 سنة بلا موازنة، ما في قطع حساب. فهيدا القانون بيفرض شفافية مالية لأنه بيلزم الإدارات أنها تنشر كل اللي بتصرفه ضمن 15 يوم من اللي صرف، وتبين لمين دفعت وليش وعلى أي أساس قانوني. فهيدا كله أداة لتصبح هذه المؤسسات شفافة أكثر وقابلة للمساءلة والمحاسبة. بعدنا على الباب المساءلة والمحاسبة، الباب من الأول بمؤسسات المساءلة والمحاسبة اللي تبين لنا بالتجربة أن كلها مثل السلة ما بتعبي ماء، كلها ثغرات وثغرات مقصودة، مثل قانون الإسراء غير المشروع. دائما يعول على قانون الإسراء غير المشروع تتقدر اللي بيسموه بلبنان كمان من قدوم من أين لك هذا، بتشوفوا موظف مدخوله صغير وصرفته كبيرة غير متناسبة مع مدخوله، هيدا كيف بتلاحقه؟ تبين القانون اللي كتب بالخمسينيات من القرن الماضي كتب لكي لا يطبق، تصريع عن ضم الملي بتبقى سرية ما حدا بيفتحها، تنحط بخزنة بالمصرف المركزي. جريمة الإثراء غير المشروع المكتوبة بالقانون منا جريمة إثراء غير مشروع، في جزء من الأفعال الجرمية ما إلها عقوبات، والأصول لملاحقة الموظفين شبه مستحيلة. اللي جعل أنه منذ صدور القانون بالعام 1953 لليوم ما تلاحق حدا بالإثراء غير المشروع. السبب عم بقول لك أنه أنا جهدي مع زملائي لإلي أنه هذه البنية التشريعية، البنية المؤسسية لمكافحة الفساد غير موجودة. بدك مطلوب منك تعمل منحوتة حجر بس ما معك زميل ومطرق. تعتقد بيجي شي يوم الايام تطبق فعليا؟ لابد ان نثق بانه بالجهد الكبير لابد ان نصل لنتيجة. الامل هو اللي بيخليك تستمر كمؤمن، صح؟ بحياة نفس الشيء بالعمل السياسي. اذا ما عندك امل انه جهدك معقول يوصل لتغيير ببنية الدولة، واحد بيوقف. فنحن ابناء رجاء كمسيحيين وابناء رجاء كسياسيين. العمل لابد ان يصل لنتيجة اذا عرفت كيف تواصل وما تحبط. برجع بقول التنظيم اساسي، العلم اساسي، لانه كمان ما لازم تتخبط. انا ما كنت اسبح منيح. ايام واحد ببلش يسبح بصير بطبس، واحد بيعمل كثير حركات بتعب وما بقدم نص متر. صحيح. اللي بيسبح بتبسط تتفرج على واحد كيف بيسبح هيك بعدد قليل من الحركات بالحد الأدنى من التعب بيقطع أشواط. هيدا العلم. بعلم بيقدر واحد يحقق أكتر من أنه بس يقول أنا بدي كيف على الفساد وأنت أزعر والبلد مجوي. طيب بلد مجوي شو بدك تعمل؟ بنلاقي حكي كتير عن الفساد وما في شيء، وبيحبطك أكتر ما بيقلك، وبيكبر الحجر بيقلك أنه هاي الأوضة كلها كركبة ومجوية مثل البلد يعني. وبس من وين بتبلش؟ بيقول لك لازم نعملها كلها. ايه بس بدك تبلش بمطرح، يعني بدك تروح تقرر يمكن تحبل اصغر شيء بالغرفة وتكبه بالزبالة، بس بدك تبدأ بمطرح. صحيح. وبالتالي العناية بدها تذهب بهذا التطوير المعرفي العلمي، التنظيم، والتنظيم يجب ان يكون بهذه الشراكة ما بين السياسيين وهيئات مجتمع المدني او الخبراء والاخصائيين، والثبات والجرأة والنزاهة. لأن واحد اهم شيء لما يبلش هو ما يكون فاسد،
وهي اصعب. دايما كنت اوصف نفسي، قلت لي من انت؟ انا كنت اوصف نفسي بين ازبال الجمهوريه. قولوا لي ليش كيف تتحمل قاعده بالسياسه وهي السياسه بلبنان قذره، وانا ادعي عدم القذاره. فالتحدي انك اوصف نفسي مثل الزبال، لانه لازم نظف نظف ما بينظف الزبال الطريق، نظف المجتمع ونظف الدوله. شو بدك تنظف؟ تنظف من دون ما اقرف من ريحه، ما لازم اقرف من ريحه. من انت من حقوق الانسان وخاصه في هذه الايام؟ هذا التزام الاول، التزام المواطن الاول كان من حمايه البيئه، كنت بعدني من المدرسه. التزام التالي كانت حقوق الانسان، والتزام الثالث بالتدرج التاريخي كان الدولة النازية ومكافحة الفساد. التزامي بحقوق الإنسان قائم على موجب وحق، اللي كرسته الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مش بسببه أنا ملتزم بحقوق الإنسان، بس بدي خبرك كيف صارت. أنا كنت محامي جديد، وكنا مجتمعين بمكتبي ببيروت، عدد من المحامين من مذاهب طائفية ومن مشارب سياسية مختلفة، عم نشتغل وعم نفكر كيف نقدر نعزز دور المحاكم كأداة، مثل ما كنا عم نحكي من شوي، لإقامة سيادة الحق والقانون. وإذ بيجينا اتصال، بيجيني اتصال من سيدة اجت القوى الأمنية قبضت على ابنها واختفى. فكنا 6-7 محامين بدأنا عملية البحث عن هالشاب، وتبيننا كان محتجز لدى احدى القوى الامنيه، عم بحكيك بالثمانينات، كنا بفتره الهيمنه السوريه على لبنان، بس هيمنه سلطه اللا قانون والانتهاكات الشديده للحريات العامه، كل واحد منه براي السلطه السائده كان يتوقف. فرحنا برمنا من مركز امني لمركز امني، تلقيناه كان محتجز بمخالفة للقانون تحت الأرض في مكان ما. فطالبنا السلطات الأمنية المسؤولين عنه باحتجازه باطلاق سراحه، وإلا بده يكون عندنا موقف. موقفنا كان مؤتمر صحافي بنقابة المحامين، كنا لابسين روبات، وذكرنا القوى الأمنية وذكرنا الناس بحقهم. بدي اوقف لحظة، في اتصال، يمكن حدا بده يسأل شيء، بس خليني بس خبي القصة اذا بنتو عم يحكي من بعيد. حكينا عن اصول التحقيق والتوقيف، وكانت لأول مرة بينحكى فيها على هذا المستوى، مؤتمر صحافي نقل مباشرة، ومن وقتها انطلقنا إلى كل الحريات الأخرى وإلى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان وضرورة تطبيقها. من التزامي في جمعيات، كان جمعية عدل، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات، الى التزامي ضمن لجنه حقوق الانسان النيابيه. وفي هذا الاستمرار ما بين العمل في ما يسمى هيئات المجتمع المدني والعمل البرلماني ضمن المؤسسات، والتلاقح ما بين مثل بمكافحه الفساد بين المؤسسات الرسميه والجمعيات المتخصصه لبناء هذا الصرح اللي من دونه ما في كرامه للناس بالحقوق المدنيه والسياسيه، حقوق اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه. ربي يباركك. الاتصال، الو، سلام المسيح، اهلا وسهلا، تحيه لحضرتك قسيس ولسعاده النائب الحلو. اهلا وسهلا، مين معي؟ معك الي. سؤالي لسعاده النائب، بس الي شوفي، انا عارف الي ماضي. اوكي تفضل. سؤالي انه هالدين الكبير من لبنان مش متعمد انه يكون للبنان، يعني عم بيغرقوا في لبنان، وإذا لبنان بطل فيه فساد ما بتتصور أنه رح يلجأوا لأساليب غير هيدا تيرجعوا يركعوه أو يضيقوه؟ هيدا الشيء نحن يمكن تعودنا نركع قدام الضغوطات يمكن من هالنوع ونستسلم منه ونعيش فيه. بتتصور أنه كمان نحن صرنا خنوعين كمان أنه نوقف ونكون جديين بالإصلاح؟ مرسي. نعم، يعني بعرف في بهيدا الموضوع وبغيره نظرية المؤامرة أنه تيخضع لبنان عم بيفرضوا علينا ديون، بس خليني اقول لك لي انه من وجهة نظري لازم نلوم نفسنا بالاول. اكيد عندهم مصالح، مثل ما بنقال العدو غاشم، ما طبيعي العدو غاشم عنده مصلحة انه يسقطك كدولة، بس قبل ما اطلع على العدو او المصالح اللي حابة تكون متربصة فينا، ان نقول انا شو عم بعمل الدولة اللبنانية واللبنانيين شو عم يعملوا بحالهم.
خربين حالهم، خربين حالهم بسوء الإدارة وبالفساد. وفي علاقة مرضية كانت ما بين السياسة والمال العام. وأنا منه شعار ساعت بقول أنه بلبنان ما في مال عام، في مال سايب، وهذه خطورة الفساد. المال العام هو مجال للأوليغارشية أنه تأخذ منه وتنهب منه وتوزع على زبائنها وتحط جزء منه بالجيبة، فهذا هو الفساد. وسوء الإدارة أسوأ من الفساد، اللي بيأثر على كل شيء، بما فيه زبالة بالطرقات والمال مش موجود بالصناديق. الحل نعم ببناء دولة، ببناء مؤسسات جدية للرقابة المساءلة والمحاسبة، بما فيها أن يكون في موازنات. لبنان لسنوات طويلة ما كان عنده موازنة، ما حدا بيصدق يعني البرلمانات لشو قيمتها. البرلمان اللبناني كان شكلي، يعني البرلمان مش شغلته بس يطبع قوانين، شغلته يراقب حسابات الدولة ويراقب تطبيق القوانين، وكان مقصر بهاي وبهيديك. لهذا السبب أنا ملتزم مشروع بناء الدولة، وبعتقد وحسنا تفعل بالإثارة بإشارة وبإثارة موضوع الاقتصادي، لأنه ما في شيء عم بيأثر على اللبنانيين إلا الوضع الاقتصادي السيء اللي احنا فيه. بس بدك تتفق معي أنه هيدا الوضع الاقتصادي ما أجا من العدم، ولا أجا بسبب من مؤامرة إقليمية أو دولية، أجا بسبب من تراكم أفعال خاطئة. الحروب بتأثر، بس جزء كتير كبير منه هو بسوء الإدارة والفساد. أخ خلينا نوصل لترنيمة وبعدين نرجع نكفي حديثنا. ترنيمة مع المرنم. شو الترنيمة هلأ؟ هيدي الترنيمة بتحكي مع رب، بقول عم بكتب لك هالرسالة يا رب اللي علي غالي، بعرف انك رح تقريها قبل ما قلبي يحكيها، لكن حابب اقول لك شكرا، شكرا على الحب المثالي. آمين. لمين هي؟ هيدي انا كتبتها وحكيتها والحين. حلو كتير. عم بكتب لك هالرسالة يا رب اللي علي غالي، بعرف انك راح تقريها قبل ما قلبي يحكيها، بعرف انك راح تقريها قبل ما قلبي يحكيها، لكن حابب اقولك شكرا، شكرا على الحب المثالي، بدي قلك انه حبك خلاني انسان جديد، خلى قلبي كله ملكك وايامي افراح وعيد، بدي قلك انه حبك خلاني انسان جديد، خلى قلبي كله ملكك وايامي افراح وعيد، بسأل حالي شو بقدم لك حتى عن حبي عبر لك، بسأل حالي شو بقدم لك حتى عن حبي عبر لك، بسمع صوتك بدك مني تحت جناحك عيش متهني، بسمع صوتك بدك مني تحت جناحك عيش متهني، أنا من قلبي بقلك شكرا، شكرا على الحب المثالي، بوضع قدامك يا ربي ولادي وأهلي والجيران، ناس الحولي وكل صحبي بالنعم ملاهم إيمان، بوضع قدامك يا ربي ولادي وأهلي والجيران، ناس الحولي وكل صحبي بالنعم ملاهم إيمان، عظم ذاتك مجد اسمك اطبع على قلوبن رسمك، عظم ذاتك مجد اسمك اطبع على قلوبن رسمك،
بالبر والقداس اجمعنا حتى السماء تفرح معنا، بالبر والقداس اجمعنا حتى السماء تفرح معنا، بالنهاية بقلك شكرا شكرا على الحب المثالي، شكرا على الحب المثالي. آمين آمين، ربي يباركك. من أنت من العائلة؟ العائلة هي الكنف اللي واحد بينطلق منه وبيرجع له للأمان وللثبات في الحب، لأنه اللي بواحد بياخده من عائلته وهذا الحب اللي ما عنده حساب، أو يفترض هكذا أن يكون. في عائلات لا سمح الله مفككة وبتكون مكان سيء. أنا الحمد لله بعائلة متضامنة، شكرا رب، ومحبة ومتفانية بالخدمة، تعلمت منها كتير. مثل ما قلت لك تعلمت من والدتي ومن ستي لأمي الإيمان والصلاة، وتعلمت من بيي الله يرحمه إيميل وعمي ألبير مدرسة للمواطنة وللخدمة العامة. فالعائلة بالنسبة لي كانت هذه المدرسة بالأول، قبل ما تعلمت بمدرسة، مدرستي الأولى هي بالعائلة، وهو هذا المكان اللي بترجع له للحب المتفاني الكامل. والدتي أختي وهلأ زوجتي، لأنه صار عندي بالإضافة لعائلتي المباشرة اللي كنت انتمي لها، صار عندي عائلة جديدة مع زوجتي. أمين. وطبعا بطمح مثل ما بيقرر ربنا أنه تتوسع لأولاد. أمين. إنما هيدا بعود لمشيئته. أمين. العائلة الأوسع هي العائلة الكبيرة اللي فيها أولاد عمه وأولاد الخالة، واللي نحن بمنطقنا اللبناني هاي العائلة الكبيرة، وبحبها، بحب فكرة العائلة كل ما كانت واسعة. وأنا كتبت شجرة العائلة الكبيرة، أنا كتبت شجرة عائلتنا اللي بديتها على نواة شجرة عائلة كان بدأها جدي. حلو. وعندنا عائلة متمادية في كل مناطق العالم، بكل قارات العالم عندنا عائلة، وبحب وقت البروح بسفر اني اتعرف عليهم، لانهم هن اقرب الغرباء اللي بتقدر تحولهم لاصدقاء. كان في مقولة بحبها بالانجليزي انه الصديق هو غريب لم تتعرف عليه بعد. حلو. الغريب هو صديق لم تتعرف عليه بعد، فبالتالي اقرب الاصدقاء هن العائلة اللي ما بتتعرف عليهم. وفي ناس بتحبهم في ناس لا، اوقات في عندك ناس بالعائلة بيفرضوا عليك ما بتختاروا. دائما بالعائلة في اشخاص جيدين وفي اشخاص سيئين. صحيح. فبدو واحد يعرف يستثمر الجيد ويبعد عنه مر الكأس الاخرين. معك دقيقتين، الكاميرا امامك، توجه رسالة لزوجتك للوالدة بمناسبة عيد الميلاد للمشاهدين. للمشاهدين كمان. ايه؟ ما في اخلط امي ومرتي والمشاهدين سوا. معك دقيقتين كمان يلا. بمناسبة عيد الميلاد عمال بتوجه لكل اللبنانيين واللبنانيات بأحر التهاني بهذا العيد، عسى ان يكون فاتحة امل جديد، لانه هو بيحمل معنا هذا الامل المولود بالعالم، الامل بالنسبة ليسوع، لكراسته، لكل ما بنتعلم منه، لموته وقيمته. أمين. بتأمل هالشي يحصل لما نتعلمه من ناس أفاضل مثل والدتي، محبين مثلها مثل زوجتي مارينا، وخدومين مثلها، وعسى أن تقوم لنا قيامة مثل المسيح في قيامة هذا البلد. أمين. من مصايبه من التعتير اللي وارد فيه. فاليوم أيام أمل و حب أهديها لزوجتي ولولدتي ولكل محبين. آمين. يعني شو بدي أقول، الوقت دهمنا. مشاهدينا الكرام، حلقتنا في هيدي الليلة خلصت، يا ريت ما خلصت، يا ريت كان بعد عنا وقت. ما بنشرع منك. شكرا لاستضافتك لك وللمؤسسة التلفزيونية، وشرف كبير أنت تكون موجود بيناتنا. حضرة المرنم ربي يباركك، عم تضل تعبينك معنا. مشاهدينا الكرام، نراكم الأسبوع الجاي بنعمة الرب، نهار الثلاثاء الساعة 6 مساء، من أنت.
والرب يكون معكم.